اهلا فيكم حبايب القلب، مرحبا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم احلى من فيديو امبارح. اليوم جايينكم البنت اللي كانت قصة ترند قبل باربع قراص فلافل. طعماني اربع قراص فلافل. اسف نور على الكم كلمة اللي بدي احكيهم، بس انه بدي احكي رايي. تعي حاسبين اذا بدي احكي رايي. بنت صديقتي وشكرا كثير، لانه هاي البنت صارت صديقتي من الجيل، وهي حتى على الانستغرام ما بتعبرني كيف عم بقول صديقتي. انا ما عم بعرف البنت كثير ما شاء الله محترمه. انا فتت لعندها على اللايف وتواصلت معاها وقلت لها رح اعمل عندك فيديو يوتيوب. قالت لي اوكي اعمل، قالت لي بس اذا بتجيب العيد سالحتك سترايك من طايره الغرب. لا شكرا لك، الله يسعدك. هلا ما تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه وتوصلوا هالفيديو للالف لايك. يلا خلينا اوكي حبايبي ما تخافوش السماعات. يلا رح اعملكم جولة بمقاطع التيك توك اللي منزلتها هي. اوكي خلينا نبلش باول مقطع اللي مثبته بالقناة. تنويه بسيط، رح اعدل بالفيديو بصوت الفيديو مشان الاسترايك والكوبي رايت للاغاني الحاطينه. اوكي صايرين صايرين. اخ يا حزينة انت يا نور يلي قاعدة بالسيارة ومعك مليون دولار اللي بدك واحد. اليوم كنت عندها باللايف كانت عم تحكي بدها شخص يكون عمره 15 20 مليون دولار. كيف شلون وانت وين ما بعرف هي كيف صارت معها. خلينا نشوف البعض. تلو رايقة معي لدرجة اني مستعدة اطلع مع فيروز ندور انا وياها على شادي. جد 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 بحياة ربك. شادي وانا كمل بيه عمري وزماني وعيش من ثواني ويهد من تاني وانا كمل بيه عمري وزماني. فيديو انه هيك بس انه حركات ولبس يا دوبك البنت شوي حلوه شوي ها شوي شوي بس بتجنن. ما نعرف لازم منك اصلا بس بصح بس بصح حساسه امصه بس بصح الله 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 الله. هاي لما انا فوت عند على اللايف وكتب لك كومنت وبتطنش لي ما بعرف ليش، فهي بتكون بس بصح ونكديه وكثير شغلات. ما في احلى من رفقه ريمس قاطي والله. البنت كثير كثير بتجنن ومحترمه، وحتى خطيبها عبد كمان كثير بجنن. عبد ريسبكت برو. حلوه تكون الرفقه هيك بنات مع بعض وشباب قصص وحركات، بس انا ما عندي ولا صديق. شو حاط على انفك هون؟ راس بصل. حاط على انفك شو البصل يا بنت. حلو الفيديو كمان، بس انه ليش حاطه هاي 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 سدادة هيك ما فهمتها. هي وقت عملت عملية انا حطوا لي اياها 3 ايام ومليت منها. بتعرفوا ليش انا ما بشتري لامبورجيني؟ هاتوا لنشوف ليش نور ما بدها تشتري لامبورجيني. اسمها لامبورجيني يا بنت يا جماعة، مو لانه ما معي حقها. كذابة ما معك حقها. عياذ بالله، كل الفكرة وما فيها انه هي صندوقها كثير صغير اي هلا لامبورجيني لانه صندوقها كثير صغير فانت ما بدك تشتريها مشان لانك بتعملي شوبينج كثير. بدك تحب الفكرة احبكية صح؟ اكيد انه يعني والله اللامبورجيني صندوقها صغير انا ما بدي اشتريها مشان لاني بعمل شوبينج كثير. يا قلبي بصدمة بدقتك بيجو. شو كان شعورك انت وكان عم تغني هالغنية؟ على البيب الصراحة الفيديو تصميمه حلو، بس البنت كتير 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 ما شاء الله عليها، الله يحفظها يا رب. نور عم بحكي عنك بالمنيحة، تدعمي الفيديو ولا انا بعمل فيديو تاني بستلمك 30 حلقة؟ شنطتي ايوه، نظاراتي ايوه، مفتاح السيارة اها. شوفي مصروفي سيارتي جوزي حبيبي يلا تعال. مصرياتك هي جوزك؟ ليش انت بتجوزي؟ ولي 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 صادوني صادوني صادوني. خاني مع بنت رحت عملت حساب باسم شاب وخنته. الله اكبر. صادوني بالمطيطة. طب كيف هيك صرت معي؟ سلو معكرة معي لدرجة إذا حدا قال لي أنت عمري بقول لك يقطع عمرك. يقطع عمرك وعمره سوا.
هذا منكم فهم شيء تريدن بس انه مو ظابط صراحه مو ظابط لانه بس هيك كلمه واحده عم تتردد ما صار ما زبطت ما فهمت شيء بس نور صارت معي قصة من شهرين بدي احكي لكم اياها بغنية جهزوا لي حالكم لعشرين سبعة اغنية الاسطورية والله ما بيهون على كندرت نور انا اسف والله العظيم اسف بس انه نقد ساخر يعني انا جاي تقرينا لاني انا كنت بلبنان وانتي بالصيدا ببيروت وشي عم تصوري هالمناطق وانا بحب بيروت كتير بس ليش هون طالع كتير مزة بهالفيديو انا كثر ما شفت حد جميلة انت وحيد اللي بشد انتباهي الله نور لابسة 15 كيلو ذهب وبتقولي لها بدي واحد يكون عمره 15 بس 20 مليون دولار كيم كهاني هي مشكل دولة فزومي سن سنننن سن سنننن جاجاري جاري انا بعد ما عرفت نور شوفي هذا الصوت رح أعدل كتير بالفيديوهات لما تسمعي صوتك شبه صوت السنجاب بيكون أنا عدلت شوي بالفيديوهات مشان الكوبي رايت بتعرفي ليش؟ مشان الكوبي رايت شوف بدل رجال البيت هي إذا كان في رجال بدي عزل البيت يا ريت تخلي البيت اليوم وإذا بتخليه شهر بيكون يسعد دينا الملكة وردة عم تتصل عليك خود رد عليها مكالمة واردة مكالمة واردة انه يعني احبكي القصة صح يعني شلون هيك يعني لك بتكون تعملوا فكرة عملوها صح انه شلون يعني جوزك صوته صوت بنت صوت بنت انه ليش انتو البنات انتو بنات صح تعالوا انتو بنات عم تصوروا لي على هالغنية اللي ترند تبعيد السيلاوي اقنعوا جدي اقنعوني انه هالغنية بالضبط لبنت هاي لازم اب يصورها لبنت اوكي ولهون بيكون خلص الفيديو نور هاي تقييمي لمحتواك انه ريلاكس هيك مرتب شوي رايق فتدعمي هذا الفيديو اذا ما دعمتي هذا الفيديو والله العظيم يا نور مستلمك 30 حلقة على القناة 30 حلقة بعدك والله اوكي حبايب قلبي ما تنسوا تحطوا لايك اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس لنوصل 50 ألف مشترك من هون لراس السنة شاو